هذا اللي احنا مستغربينه. طيب تسمح لي اخذ اتصال؟ تفضل. طيب معي على الهاتف مشاري القويزاني اخصائي تشريعات اول بهيئه الغذاء والدواء. استاذ مشاري حياك الله معنا في اهلا وشكرا لتجاوبك مع دعوه البرنامج. اهلا وسهلا اخوي ومرحبا فيكم انت وضيوفكم. اهلا استاذ مشاري، كيف الرقابه على الاغذيه عندكم في الهيئه؟ طبعا بدايه بشكل عام الهيئه تتولى مهام تشريعية وتنفيذية معنية بالرقابة وضمان سلامة الغذاء بشكل عام. إطار أو نطاق عمل الهيئة مثل ما تفضلوا فيه الزملاء، أحب أوضح نقطة واحدة اللي هو بخصوص نطاق العمل. نطاق عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تقريبا سنتين صدر التنظيم الخاص بنقل مهام الرقابة على مصانع الأغذية ومياه الشرب من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. إيه؟ الآن يعني الهيئة تتولى الإشراف والتشريع وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بمصانع الأغذية. نعم. والمستودعات معنية بالرقابة عليها ومراكز التوزيع فقط. نعم أستاذ مشاري، فيما يخص إذا تسمح لي، ضيفي في الاستديو الأستاذ عمر عبد العزيز مورد أغذية من 12 سنة تقريبا، يحب يتداخل معك بعد إذنك. طيب تفضل. تفضل أستاذ. الآن في مصانع ضبطت بمخالفات وإنتاجها استمر، مخالفاتها مواد منتهية الصلاحية أو بدون تواريخ إنتاج وما زالت شغالة إلى اللحظة هذه. طبعا في حال ان المصنع بشكل عام، انا ما اتحدث عن اشكاليه معينه او مشكله يمر بها مصنع معين، ولكن في حال تم ضبط عن طريق اللجنه المشتركه عن طريق الهيئه ووزاره التجاره ووزاره الشؤون البلديه والقرويه، في حال تم ضبط مخالفه من المخالفات التي تندرج اما تحت نظام الغش التجاري فهي تحال الى النيابه العامه وتعامل على ضوء هذا القانون وهذا النظام اللي يطبق عليها العقوبه بناء على هذا. اما في حاله انها ضبطت عن طريق الهيئه فهي لها اجراء مختلف وتخضع لنظام الغذاء ولائحته التنفيذيه اللي اصلا فعليا صدرت العام الماضي، اقل من سنه الان صدرت اللائحه التنفيذيه لنظام الغذاء، ونظام العقوبات اقل من 6 شهور تم العمل فيه. في حال النيابة العامة، في حال إثبات الواقعة وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتحقيق مع الممثل القانوني للمنشأة سواء المصنع أو المستودع، ويحال إلى النيابة، ولدينا عديد من القضايا التي تحال النيابة. أنا عندي سؤالين واضحات بس. هل يحق لشخص أنه يستمر فترة 8 سنوات بدون ترخيص وياخذ مخالفات عليه ويستمر شغال كمصنع غذائي أو مخزن غذائي؟ هذا واحد. اثنين، إذا مصنع غذائي ضبط بمواد منتهية الصلاحية أو بدون تواريخ إنتاج أو تواريخ صلاحية، هل مسموح له يستمر بالعمل حتى ينظر في أمره أم يغلق منشأته؟ طبعا المخالفات بشكل عام لدينا تصنيفات معينة لها حسب نوعية المخالفة. في مخالفات مؤثرة بسلامة المستهلك مباشرة، يعني فيها مخاطر مباشرة، فهذه يغلق في لحظتها ويؤخذ الفريق عن طريق اللجنة الأمنية المشتركة. وش اللي يغلق في لحظتها؟ وش المخالفات اللي تخليكم تغلقون المصنع أو الشركة أو المخالف؟ المخالفات التي تترتب عليها سلامة المستهلك المباشرة، مثلا وجود مواد ضارة لصحة الإنسان، تعرض مباشر، التلوث البكتيري الذي يؤدي طورا إلى تسمم غذائي. هذه المخالفات يتم البت فيها مباشرة عن طريق الفريق الواقع تم الوقوف على المشكلة فيه، ويتم إحالة المتسببين في هذه المشكلة إلى لجنة التحقيق ويتم إغلاق وإيقاف خط الإنتاج. طيب المواد اللي منتهية صلاحيتها مثلا ما تغلقون على المصنع؟ الآن بشكل عام خلينا نوضح موضوع فترة الصلاحية أو موضوع تاريخ الإنتاج أو تاريخ الانتهاء. فعليا تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء هي حسب اللائحة المعنية بفترات الصلاحية. في بعض المنتجات معفية من ذكر تاريخ الإنتاج، وهناك منتجات أخرى معفية من ذكر تاريخ الانتهاء، وهي مفصلة في اللائحة الفنية الخاصة بفترات الصلاحية للمنتجات الغذائية. أما فيما يخص المنتجات اللي هو انتهت فترة صلاحيتها أو وضعت من
احنا فعليا وعلميا مؤمنين وايمان تام والجميع المعايير الدوليه تنص على ان فتره الصلاحيه هي فتره تقديريه يقوم بوضعها الصانع بناء على معايير جوده ومعايير حسيه ومعايير ميكروبيولوجيه وخلافه. فهي موضوع فتره الصلاحيه هي شيء ليس دقيق بمعنى حد السيف ان نستطيع القول بان هذا المنتج فاسد ويتسبب بضرر المستهلك او هذا المنتج طيب اذا تسمح لي استاذ مشاري، الان المكونات الموجوده في الاغذيه واللي تدخل في مكوناتها اشياء ضاره احيانا تكتب واحيانا ما تكتب مثل ما ذكر ضيفي، هذه انتم كيف تراقبونها وتكشفونها؟ بشكل عام في منتجات كثيره يعني الهيئه ضبطتها في السنوات الاخيره، يعني الهيئة بفضل وجود كوادر مؤهلة فنيا ومهنيا استطاعت خلال فترة وجيزة أن تتمكن من التفتيش والرقابة على بعض المحلات أو المتاجر التي تقوم ببيع بعض المواد الغذائية والتي لا توضح ماهية مكوناتها أو بالأصح تخلط معها أعشاب ضارة أو مواد ضارة ولا يتم التصريح بها على البطاقة الغذائية للمنتج. نعم. وتم مصادرتها وتم الوقوف عليها، بعضهم وحيلوا للنيابة، بعضهم اتخذ معها الإجراءات النظامية الكافية، بعضهم سجن، بعضهم على حسب نوعية المخالفة وثبات اعتمادها أو عدم اعتمادها، يعني هل هي وقعت عمدا لم تقع عمدا، هذه إجراءات طبعا تتبعها النيابة العامة في تحقيق مع المتورطين بذلك. الأستاذ مشاري القويزاني أخصائي تشريعات أول بهيئة الغذاء والدواء، شكرا جزيلا لك.